السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة مي أحمد, أوسر سيمبليفايد بيدياتريك دراج نيونيتال كلينيكال فارماسيست بورد سيرتيفايد. زي ما وعدناكم احنا هنتكلم على النيونيتال دراجز, زي ما اتكلمنا واستفدنا على البيدياتريك دراجز في كتاب سيمبليفايد بيدياتريك دراج. هنبدأ تاني في عمل فيديو جديد بيتكلم على النيونيتال دراجز. جالي طلبات ان احنا نعمل على كل الأدوية اللي بتستخدم في السيجرز الانتي كونفولسنت ان احنا نعملها, واستجبنا وهنبدأ فعلا ان احنا نعمل سيريلز من الفيديوهات. كل فيديو بيتكلم على one of the most known anticonvulsant used in neonates. المفروض انه لو النيونيت, لو البيبي دخل في سيجرز, في الفيرست لاين المفروض يبقى لورازيبام, لان هو عنده very rapid onset of action, فبالتالي بيستخدم بسرعة والإفكت بتاعه بيبان بسرعة قوي. بس لانه مش موجود في معظم الاماكن, فالفينوباربيتال اللي هو سومناليتا هو بيبقى الفيرست لاين, سكند لاين الفينيتوين, ثيرد لاين الدوميكم, فورث لاين او از ان اد اون الليفيتراسيتام. هنتكلم عن واحد واحد منهم النهارده. الفيديو معمول للفينوباربيتال. طيب نبدا فينوباربيتال. فينوباربيتال زي ما اتفقنا خلاص هو الفيرست لاين لعلاج السيجرز في النيونيتس. طيب هندي ايه؟ هندي كام؟ بيتاخد الاول لودينج دوز من 15 لـ20 ميلي جرام بير كي جي اي في. يوجوالي يعني بنبدا بالـ20 على طول, فهو من 20 ميلي جرام بير كي جي اي في, وبيتاخد بالراحه على مدار 15 لـ30 ديالي, لانه السومناليتا من الحاجات لو اتاخدت بسرعه بتعمل ريسبيراتوري ديبريشن, فاحنا بنديها على مدار وقت من 15 لـ30 دقيقة. طيب انا اديت اللودنج دوز والسيجرز وقفت ولا جود؟ السيجرز ما وقفتش, ممكن ادي السكند لودنج دوز من 5 لـ10 ميلي جرام بير كي جي از لودنج دوز, ولو ما وقفتش ممكن ادي تاني. الماكسيمم بتاعي 40 ميلي جرام بير كي جي. تمام, المفروض انه انا اشوف الثيرابيوتيك ليفل وصل لكام. المفروض بعد ما ادي لودنج دوز بكام ساعه بسحب اشوف الثيرابيوتيك ليفل عندي وصل لكام, وبناء عليه بشوف هل انا كده دخلت في الثيرابيوتيك ليفل ولا لا, ولا انا سب ثيرابيوتيك, ولا انا دخلت في التوكسيك دوز. تمام, طيب انا اديت اللودنج دوز وسواء بقى وصلت لل 40 ملي جرام بير كي جي اللي هي الماكسيمم دوز او لا, وبعد ما اديت اللودنج دوز دي هدي المينتنس دوز, هديها بعدها بقد ايه؟ المينتنس دوز بتبقى بعدها ب 24 ساعة, وبيبقى الدوز من 3 لـ5 ميلي جرام بير كي جي بير داي اي في او بير اور. تمام, يبقى الفينوباربيتال لما نيجي نستخدمه كعلاج للسيجرز بندي الاول لودنج دوز 20 ميلي جرام بير كي جي على مدار 15 لـ30 دقيقة عشان ما يعملش ريسبيراتوري ديبريشن. بعد كده بشوف لو السيجرز وقفت اوكي, ما وقفتش ممكن ادي تاني لودنج دوز تانية 10 ميلي جرام بير كي جي, ممكن ارجع تاني لو ما وقفتش ادي واحدة كمان, بحيث ان الماكسيمم دوز بتاعتي اللي انا مش مسموح لي ان انا اعديها 40 ميلي جرام بير كي جي. بعد 24 ساعة من اللودنج دوز اقدر ان انا ادي المينتنس دوز, اديها من كام؟ من 3 لـ5 ميلي جرام بير كي جي بير داي. ممكن تتقسم وممكن تتاخد كل 24 ساعة, بس يفضل انها تتقسم. تمام, طيب الفينوباربيتال بس ليه استخدام تاني غير السيجرز؟ هو بيستخدم في النيونيتال ابستنس سيندروم. تمام, انه يبقى فيه الطفل بيبقى الام ادكت, فالطفل بيبقى عنده ويزدرول سيندروم, فبيتاخد ساعتها من 2 لـ8 ميلي جرام بير كي جي بير داي, وليها سكورينج سيستم وكده. بس احنا النهارده concerning السيجرز. تمام, طيب ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه الفينوباربيتال؟ بيعمل ايه؟ بيقلل الثريشولد بتاع الالكتريكال ستيميوليشن اوف الموتور كورتكس, فبيعمل ديبرس للسي ان اس اكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني بيخلي الثريشولد ان السي ان اس تحس بالستيمولاي تقل. من الاخر هو المفروض انه المفروض ان انا عندي اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر وانهيباتوري نيورو ترانسميتر, فهو بيشتغل على الانهيباتوري نيورو ترانسميتر,
فبيقلل فكرة انه يحصل seizures، بيقلل ال excitation بتاعت ال CNS. تمام؟ طيب الفينوبربيتال من حياة ال half-life بتاعتها في مشاكل كتير جدا، هو بيحصل له metabolism في الليفر وبيexecreted في الكيدني، فبالتالي لو في مشكلة في الليفر او في الكيدني الفينوبربيتال بيتأثر. اوكي، هو ال half-life بتاعته بتبقى من 100 ل 200 ساعة، وبتبدأ تقل لحد ما توصل لمية ساعة في ال first week في new needs. فعشان كده احنا ما بنقدرش قوي نحكم على الفينوباربيتال ك half life، احنا محتاجين دايما نبص على therapeutic level في الدم عشان نعرف احنا ماشيين صح ولا لا. تمام؟ في حاجة تب مهمة جدا، ان ال chronic use بتاع الفينوباربيتال و even الفينيتوين بيعمل vitamin D deficiency، بالتالي انا قبل ما ادي الفينوباربيتال المفروض اكون بدي معاه في دروب، واكد ان يكون بياخد، ان الطفل بياخد المينتنس بتاعته من فيتامين دي ومن الكالسيوم. تمام؟ طيب امتى هوقف الفينوباربيتال؟ الفينوباربيتال امتى يقف اختلفوا الدكاتره عليه. في ناس بتقول انه لا، الفينوباربيتال مش المفروض ان هو يقف، المفروض ان انا اكونتينيو 6 شهور بعد ما يكون الطفل free. في ناس بتقول لا، انه مفروض ان احنا نوقف الفينوباربيتال before discharge، وانه once ان يكون الطفل ما عندوش seizures free من seizures من بعد 3 ايام free من seizures، وفي ناس قالت بعد 7 ايام free من seizures بنوقف. regardless احنا هنوقف امتى، لازم ناخد بالنا ان الفينوباربيتال لو وقف فجأة هيحصل seizures، هيحصل، لانه ما ينفعش ابدا يقف فجأة. تمام؟ فبالتالي لو انا عايزة اوقف الفينوباربيتال بوقفه ازاي؟ ان انا بقعد اعمل reduction للدوز 20% او 1 ميلي جرام بير كي جي كل 3 ايام لحد ما اوصل لجرعة اقدر ان تسمح لي ان انا اوقف عليها. تمام؟ وزي ما اتفقنا انا بدي الفينوباربيتال بالراحة جدا عشان ما حصلش respiratory depression. طيب الفينوباربيتال من حاجات ال very alkaline، ولو اتاخدت IV وحصل منها exudate هتعمل severe necrosis، فلازم نتشك على الكانولا قبل ما ندي الفينوباربيتال. ولو حصل exudate بنغسلها بwarm water، وبعد كده بنعمل inject lipocaine، هو ده الانتيدوت عشان ما حصلش severe necrosis. هرب تكون المحاضرة عجبتكم، عشان يوصلك بقية محاضرات السيجرز هنتكلم بعد كده عن الفينيتوين، وهنتكلم على الدوميكم، وهنتكلم على الفيتراسيتام، هنتكلم على كل أدوية السيجرز. فلو حابين ان يوصلكم بقية الفيديوهات، وعشان يوصلكم بقية الفيديوهات please subscribe our page, like our Facebook pages Simplified Pediatric Drug and United Clinical Pharmacy، اللينك بتاعهم موجود تحت. وبليز كومنت لو عندكم اي كومنت على الفيديو، او لو حابين تسمعوا عن اي حاجه تانية kindly leave your comment، وهنعمل فيديو عن حاجه تانية. keep in touch. thank you.